اللي اشتغلوا فريق كبير وشباب من كل العالم ومع خبراء يعني شوي كبار في السن نفسي، فاشتغلنا كلنا مع بعض وطلع الانتاج انه لما تكون الفرصه موجوده وعندنا قياده نفس القياده اللي عندنا هني الانتاج يكون الكواليتي ماله عالي عالي جدا. في جمال في المجتمع احنا ما شفناه، لان هذيل جنون شفافين طبيعيين تقدر تشوفه بكل راحه، فيتكلم من جواه من نفسه. الثقافه تغيرت في خلال سنه ونص، الحين تقدر تشوفهم يشاركون، تشوف عوائلهم فخورين بهم. طبعا اكثر من 190 دوله اللي شاركوا معانا، هذا ما صار قبل في الاولمبياد، معناته انهم عارفين ان احنا كنا جديين في التنظيم، لانهم بعثوا وفودهم قبل، شافوا ان عندنا الفاسيلتيز، عندنا الامكانيات، ان عندنا النظام، واحنا جديين وعندنا القياده هي اللي دعمتنا.